اللي ورايا ده قصة النصر اللي نابليون أمر إن هو يتبنى علشان خاطر يمجد فيه إمبراطور انتصارات الإمبراطورية الفرنسية. تمام، مكتوب على تحتيه معرفش هم مغطينه ليه، جيت لقيتهم متغطي كده وملفوف في الظهر بيعملوا ترميم. هنحاول نخش دلوقتي ونطلع فوق المفروض ان احنا بنحاول نخش ونقدر ندخل ونطلع فوق السطوح بتاعه، فهنشوف الدنيا ماشيه ازاي. المهم ده الشارع ده اسمه شانزليزيه وده قوس النصر. قوس النصر ده في نص ميدان، الميدان ده وصل له 12 شارع رئيسي، وفي الشانزليزيه ده طبعا اكبر بيوت الازياء وفي نفس الوقت الماركات الكبيره بقى شانيل والناس دي وديور والحاجات دي. هو ديور هو شانيل، وفي نفس الوقت لا شانيل نمبر كريستيان ديور، كله ديور. المهم ان قوس النصر ده مكتوب عليه 650 اسم بتوع الجنرالات اللي ماتوا واللي يعني انتصروا في الحروب بتاعه فرنسا، وهم بيعتزوا بيه قوي. وكمان موجود هنا في شانزليزيه، هو قصر الليزيه اللي قاعد فيه ماكرون، وهو ده مكان الحكم بتاع اي رئيس فرنساوي بيجي. وطبعا المنطقه السياحيه بالدرجه الاولى، كميه الباصات بتاعه السياحه والحاجات دي كلها طبعا كتير جدا. تمام، فهنروح هناك وهنحاول نخش نشوف الشانزليزيه ونشوف ليه متغطي كده ونحاول نفهم في ايه. يلا بينا. طالعين من الارض اهو، لقيته متغطي. هو متغطي معرفش ظهر فيه تجديد او حاجه او هيبيعوه. معرفش هو لو السيسي هو رئيس فرنسا كان باع امه. ده بقى المدخل بيخشوا من هنا اهو. في مدخل تاني اهي. النجمه هي اللي بقول لكم عليها، النجمه دي اللي على الارض دي بتشاور على كل حته فتحتها فرنسا واحتلتها فرنسا. تمام، وتحتيها قوس النصر والناس بتصور فوق، انا معرفش ايه اللي فوق. تمام، يعني كل حته من دول بتشاور على جهه في الامبراطوريه الفرنسيه. تمام، وفي بقى نصب تذكاري اهو بالنار، نصب تذكاري لكل الجنود اللي ماتوا في الحروب بتاعت الفرنسيه. مش عارف مكتوب بريزيدون ده لا مش عارف ايه حاجه كده. تمام، وادي ناس اهو مكتوب حاجه، هنلف من الناحيه الثانيه ونقراها. وطبعا بالفرنساوي، وانا الفرنساوي بتاعتي ممتاز يعني زي الياباني بالظبط. وادي النجمه تاني اهو، وده كده شارع الشانزليزيه. المهم انا جيت لقيته كفرد، فالست بتقول لي اعمل سيرش عشان تفهم هو ليه متغطي بالمنظر ده، متغطي بحاجه كده زي القماش، و3000 متر من الحبال الحمراء. ظهر فيه فنان اسمه كريستو ومراته اسمها جون كلود، دي اتقابلوا تقريبا هنا على ما فهمت، يعني اتقابلوا هنا في باريس. وكانت وصيته ان هو بعد ما يعني ما يموت ان هم يغطوا بعد ما يموت ان هم يغطوا قوس النصر ب 25,000 سكوير فوت قدم يعني من البتاع ده، و 3000 متر من الحبال الحمراء بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. وهيفتح تاني، هيشيلوا الغطا ده على ما البروجكت يخلص اللي هم كانوا حلمهم ان هم يعملوه. على ما البروجكت يخلص هيفتحوه يوم 3 اكتوبر، هيرجع تاني شكله قوس النصر اللي هو اللي انتوا شفتوه واللي انتوا عرفتوه. تمام، او اللي انتوا عارفينه او اللي هو صورته اصلا. فانا جيت على حظي انه كان متغطي. التذكره ب 16 يورو، تقدر تطلع فوق التوب بتاعه، فوق السقف بتاعه في متحف صغير، وعشان تبص على المنظر من فوق. ده كل الحكايه بس. فادي قوس النصر وادي الارك اوف تريمف يعني، بس هو حجر يعني. احط لكم بقى الصوره بتاعته، هو ايه اللي هو قبل ما يغطوه كان شكله ايه. بس مش هكون موجود هنا 3 اكتوبر مع الاسف. يلا نصيبنا بقى، بس برضو بروجكت عالمي والناس كلها بتتفرج عليه، ومفتوح، هو مفتوح برضو للعامه يعني، تقدر تطلع فوق السطوح حتى وهم على القمه بتاعته، حتى وهم شغالين فيه. بس يوم 3 اكتوبر هيفتح. تعالوا بقى نخش بقى نشوف الشانزليزيه نفسه، شارع الشانزليزيه. الغريبه ان الناس بتصور الحبال ومعموله من ايه، وبتاخد صور قريبه قوي للحبل والحلقات
اللي داخل فيها الحبل. بصوا المنظر وبيتصوروا جنب الـ جنب الـ القماشة دي نفسها وهم حاطين ايديهم عليها واخدين الموضوع جامد قوي. طبعا احنا انا كراجل جاهل طبعا باللي بيحصل، جيت لقيته متغطي فانا زعلت. اتاري ده بروجكت المفروض الناس تفرح عليه اكتر، والزيارات الزيارات زادت اساسا بسبب البروجكت ده. انت متخيل البهايم؟ انا طبعا 1914 1918 مكتوب يا سيدي، انا مش عارف مكتوب ايه، انتوا قروها بقى، اللي بيعرف فرنساوي يبقى يكتب لنا. ده زي الجندي المجهول كده بتاع فرنسا، كل المحاربين اللي ماتوا في حروب فرنسا تكريم ليهم يعني، وادي الكلام اللي مكتوب اهو تهيألي يعني، والله اعلى واعلم. انا ما اعرفش. يا عم يلا نروح الشانزليزيه.